جالا يا اخواتي، صباح الفل. عاملين ايه؟ ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بصوا، مبدئيا بمعايا 141 مليون، واجمالي التشكيلة 128، اجمالي التشكيلة 128، والاسعار ما زالت في الطالع بزيادة قوي، لدرجة ان اللاعب زي كده حرفيا زاد الضعف. يعني اللاعب ده انا كان ب 22 مليون، دلوقتي عامل 46 مليون. صباح الفل. عندكم رونالدينهو وصل ل 74 مليون و77 مليون كمان، ونيمار ايه الغلو اللي احنا بينا فيه ده؟ ايه الغلو ده؟ ايه الغلو ده؟ كلوبالي ابو 17 مليون ب 35 مليون. يعني انا حرفيا مش عارف. بس بشكل عام النهارده ايه؟ النهارده التلات، يوم الخميس انا متاكد ان كل ده هيرخص. يوم الخميس انا متاكد ان كل ده هتلاقي سعره نزل بزياده اصلا. فيعني صباح الفل، صباح الفل. طيب عايزين نخش ماتشات، عايزين نولع الكلام. طيب استنوا، نحط جواو فيليكس عشان ينزل كتبديلات. والله بينا نودي، يلا بينا. كنت ناوي اتصنف امبارح والله، يعني كنت ناوي اتحسب من المصنفين. بس المشكلة ان انا ما فتحتش لايف، وحتى لو فتحت لايف قضينا فريندلي. يعني داخلين ضد زكريا، بس زكريا انا مقلق يكون هاك. ربنا يستر، ربنا يستر عشان ما ادقف. يلا تشكيلتنا الجميلة مع هافرز ومع جيرود، يلا نودي. يلا 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 عم زيدان، يلا رونالدينو، يلا عم خولد. عم خولد اللي بيغلى حاليا، حتى خولد يا جدعان بيغلى والله، متفهموش في ايه. بعدين انا مبحبش لبس الارجنتين، مش عارف كل مرة انسى اغيره. يا ولد ايه الجمدان ده؟ اوف يا نيمار، اوف يا نيمار، ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان والتيكي تاكا اللي في اول الماتش ده؟ ايه الجمدان ده؟ ارقص ارقص يا نيمار، ارقص يا معلم. عاش عاش. بص بص عدته ازاي، بص بص. عاش يا عم النيمو، عاش يا عم النيمو. يلا يلا عم رونالدينو. يلا الواد بيغير الملعب، نروح الناحية التانية. عم زيدان ما تضيعش كور زي كده. عاش يا كوليبالي، بس النوبة ما تقول ان هي على كوليبالي عشان مش طالبة. ايوه مثلا لو ناكشت، انما ما اخوف انها تيجي هدف. يعني صباح الفل. ايه ده؟ انتوا بتقفوا له يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ما بتركزوا كده، ايه الدنيا دي؟ يلا عم ديست، عم دي ماريا. اوف ارتو من دماغي على طول على طول. شكل النهارده هتصنف ولا ايه؟ شكل النهارده هتصنف ولا ايه؟ صباح الجمدان، صباح الجمدان. فان بيرسي، عاش زيدان. عاش يا عم نيمو، خد فان بيرسي. يا خلد كان زمانك جايب التالت. عاش، خد. طب والله حاود بيها الباصة اللي هي على الجنب دي، جامدة قوي. اوف يا سلام، مع الحارس اللي اسمه مارتينيز، اللي هو بتاع الارجنتين ده تقريبا، بتاع الارجنتين. كنت هاخد اجيب هدف، كنت هاخد اجيب هدف. يلا نغير الملعب، نغير الملعب ده كده يا ابني. عايزين رونالدينو من الناحية التانية عشان دي ماريا.
شوت وبيقلب وليه. يعني احنا عاملين، احنا مطلعين الشعار ده على دماغية في اللايف. جدعان اللي مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب يا جدعان، قربنا على 2000 مشترك يا جدعان، قربنا على 2000 مشترك، انا عايز 2000 مشترك. ايه بس الحمد لله انا ما جاتش، كل اللي عايزه 2000 مشترك يا جدعان. والصفحة بتاعتي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، اول لما نوصل فيها 1000 متابع هنعمل مسابقة على ستار بس. المسابقة دي هيكون فيها مشاهير، و يعني هتكون مولعانة يا جدعان، هتكون مولعانة. اللينك بتاع الصفحة هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، أول صفحة الفيسبوك. ايه يا عم مال الواد شد ليه كده؟ ما انا ممكن اعملها هجوم على فكرة. طب يلا هجوم بقى. يلا هجوم، خد يا عم خلق، يلا عاش يا خلد، اقسم بالله بعرف العب بيه لعب. يا دين امي يا دين ام على الجمدان، عاش عاش يا خلد والله. ايه يا عم بس يا خبطها، خبطها الفاندر سار في الدقيقة، فاندر سار وقع. يعني فاندر سار لو كان واقف مكانه كان جت، سوى ازاي؟ بص سابها فاندر سار. ماشي ماشي يا فاندر يسار، ماشي يا فاندر يسار، تمام نتغير. حلو نلعب ناحيته شوية. وادي اللي في بالي بيحصل قصادي، ما ترجعش تاني بقى، ما ترجعش تاني على طول كده. الارتو بتاعتك الجامدة يا فامبرسي، عاش عشان المشككين اللي فيك يا فامبرسي اللي بيقولوا عليك مش حلو، عاش على طول كده على طول. لا يا جدعان عايزين مستويات، يا جدعان عايزين مستويات. معلش يا عم زكريا بس احنا عايزين مستويات يا عم زكريا. اه يا رب يا رب، خدش يا عم خش يا ابوي عليك. اه يا عم زكريا، اه يا عم زكريا، خد يا عم جوردي قلب خد. طب ايه نطلع الحارس؟ تعالى تعالوا نجرب. ايه ده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ ليه يعني؟ اه عاش عاش يا عم زكريا. عاش يا عم زكريا، 7000 حلوين. يلا نخش نود ماتشات تانية وراه على طول، يلا وراه على طول، وراه على طول ماتشات تانية. بس اتمنى بس البنج يكون مظبوط. داخلين ضد تركا سمر، الهجوم بتاعه حلو ولو خط الوسط بتاعه حلو، والدفاع بتاعه زي دفاعي تقريبا مع هنشوف اكيد مع رونالدينهم عشان شايفهم بره. اه مع رونالدينهم ومع ليفاندوسكي، وخط النص بتاعه حتى مرعب، خط النص بتاعه مرعب، وخط النص بتاعه سريع وخفيف. فعايزين نركز في المباراة دي عشان نفوزها بإذن الله. يلا كده عشان المباراة دي هتكون صعبة، عايز أركز. ما تعيب يتحرك عليا بديفيدز، ده في رعب. عاش دي ماريا، خد تاني خد تاني. زيدان 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 زيدان، ما ترجعش لورا، ما ترجعش لورا عشان ما ترجعش لورا. امشي كده، خد خد يا خلد، خد 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 يا اسطى. اوف على طول كده، حلوة التقسيمة دي، حلوة التقسيمة دي يا رجالة، عاش عاش. بس احنا بجد عايزين نغير لبس الأرجنتين ده، لأن أنا عرفت منه، عشان أنا عرفت منه. وبفكروني يا جدعان في الكومنتات قولي لي غير لبس الأرجنتين. تمام حلو كده، حلو كده التقسيم. نخلي بالنا كده ونركز عشان الواد هيطلع عليا بهجمة دلوقتي، ومعاه فيرون ومعاه قصص ومعاه لعيبة أشد مني في خط النص. ايه يا نيمار، ايه يا نيمار بس. ايوه عاش
تمام، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عم ديست. يعني هو ده اللي انا بقول هنركز؟ اطلع يا عم جوردي قلب، انا ظلمت ديست، وهو جوردي قلب هو اللي ضيعها. حلويات حلويات يا ابوي، لو كانت كملت. اوف اوف اوف، لعبة حلوة برضه، لعبة حلوة للأمانة. مسك كرة كويس، الدور بقى علينا احنا بقى نمسك كرة كويس اكتر منه. بيدخل عليا باتنين ليه بس؟ الواد ده بيخش عليا باتنين، يوقف واحد في وشك ويخش يجري عليك بالتاني. طيب ماشي، انا هزنه على ده، هديني اوقفه في وشك وهزنه عليك بالتاني. عيب يا عيب يا، يلا نركز. عاش يا فان بيرسي، اقسم بالله عاش. اوف اوف اوف، لو كانت كملت يا دي ماريا، يا دي ماريا كان خلاص واخدها على الشوط، اقسم بالله كنت هجيب التاني. والله مركز تركيز في الماتش ده. يا تعالوا نقولوا الناحية التانية، نقولوا يا برازيليين الناحية التانية، هنقولوا يا برازيليين الناحية التانية. لا 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 لا، عاش يا فرناند، عاش 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 عاش. اطلع نيمار، اطلع نيمار، اجري. اطلع اطلع نيمار، اطلع 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 اطلع. طب ما انا رفعها، طيب طب ما انا رفعها. يلا يا فان بيرسي، يلا يا فان بيرسي يا جامد، يلا يا فان بيرسي. انا مش عارف الناس بتشكك فيك ليه. والله يا ابني، والله يا ابني حلو، يا ابني حلو، يا ابني حلو، عاش. خرب بيت البدني بتاعك ما قدرش يسد معاك، زي ما هو غير احنا نغير. والله العظيم يا جدعان، خلد من ساعه ما جبته في التشكيله، والله وكيل عامل شغل. يا دين امي، مش عايز اقبل بسي ام لما نجيبه اقل من خلد، بجد اقل من الاداء اللي بيعمله خلد. ده مش لاعب 99 يا جدعان، ده جمدان بشكل مبالغ فيه. عاش عاش والله العظيم، خلد يخرب بيت امه الجمدان ده. انا بخاف منها، من العرضيات دي، دي جايه تقريبا. خد 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 خد، عشان فان بيرسي ما بيعرفش يجري، ولا زيدان بيعرف يجري، ولا زيدان بيعرف يجري. خد خد عم خلد، النيمو، خد خد، عاش. رقصهم رقصهم وارجع بيهم، خد خد يا اسطى. لا صعبة دي، صعبة دي، صعبة دي، صعبة دي، تسرعنا فيها. هات يا عم الكورة يا عم، عاش عاش، دفاع عاش، دفاع. عاش ياض، عاش ياض، هات كورة ياض، هات كورة، عاش يا رجال، عاش يا رجال، عاش. هات يا عم كور، أيوة 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 أيوة. أوف، فرناندوم امسك يا عم فاندر، خلاص هو الماتشاية تقريبا كده خلصت بفوزنا، بس يعني نعمل آخر عرضية بس. والله العظيم عاملها عرضية، ايه عشان بس عشان تعب، هو تقريبا عشان تعب ما ملهاش. عاش 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 عاش، عاش عاش. طب ما تخلص يا ابني، ولا انتوا مش عايزين حتى تدونا الكاسات؟ ده انا طالب، ده انا طالبه معايا تصنف. انا خدت كام كاس؟ مش ما شفتش، بس يلا يلا عاش بينا ال 800 على السيلفر.
عشان انا بفكر كمان العب طول الليل فازود الموضوع اكتر. يلا يا جدعان، السلام عليكم.